أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. موجة جديدة هي الرابعة من وباء الكوليرا تجتاح عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية. اكتظت مستشفيات صنعاء ومحافظات أخرى بالمرضى المصابين بالكوليرا وسط تحذيرات من اتساع رقعة هذا الوباء إذا لم تتخذ تدابير صحية عاجلة تحون دون ذلك، خاصة مع قدوم موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى انتشار أوسع للأوبئة. موجة الكوليرا الجديدة تأتي بعد ثلاث موجات سابقة اجتاحت البلاد منذ 2017 في وقت تعاني فيه اليمن من تدهور حاد في الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي جراء الحرب المستمرة والتي ألحقت خسائر فادحة بالبنى التحتية وعلى رأسها المنظومة الصحية. وقد سجلت تقارير منظمة الصحة العالمية وفاة 166 حالة بوباء الكوليرا في مختلف أنحاء اليمن منذ مطلع العام الجاري، مع رصد أكثر من 97 ألف إصابة بالوباء خلال الفترة نفسها. عن عودة الكوليرا إلى اليمن سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع، وسنناقش فيه أبرز الأسباب التي تقف وراء العودة وما هي المحافظات الأكثر تعرض له، ودور الحكومة متمثلة بوزارة الصحة ودور المنظمة الإنسانية أيضا للحد من انتشاره بشكل أوسع. موجة أخرى من وباء الكوليرا تضرب عددا من المدن اليمنية وتضيف العشرات من الضحايا. صنعاء هذه المرة تتصدر القائمة من حيث عدد الإصابات، فبحسب مصادر طبية فإن المستشفيات في هذه المدينة تستقبل ما يعادل 100 حالة إصابة يوميا في ظل عجز كبير تعانيه مستشفياتها من نقص الأسرة من أجل استقبال حالات جديدة. ومنذ بداية العام الجاري تجاوز عدد الإصابات 2847 حالة، منها 1000 حالة مؤكدة الإصابة وثمان حالات وفاة. تعز أيضا لها نصيب كبير من هذا الوباء الذي أصبح يؤرق الكثير من المواطنين. وتسبب جفاف آبار المياه في وسط المدينة بانتشار وباء الكوليرا إلى جانب الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي ومنعها لدخول الأدوية والغذاء. الوباء امتد ليضرب محافظة ريما، إذ تجاوز عدد الإصابات 460 حالة منذ مطلع العام الجاري، معظمها في مديرية كسمة وسلفية ومزهر، في ظل غياب المنظمات الدولية المعنية والافتقار للمراكز الصحية بالمحافظة. الوضع كارثي، ولكنه قد يصبح أكثر سوءا مع اقتراب موسم هطول الأمطار التي تختلط مع النفايات المنتشرة في شوارع المدن، الأمر الذي يجعلها حاضنا لهذا الوباء، وهو ما يستدعي المساعدة العاجلة من المنظمات المحلية والدولية. تفتك الكوليرا بالفئة التي تعيش تحت خط الفقر والتي لا تستطيع شراء مياه نظيفة، في وقت تقول إحصاءات دولية أخيرة إن الأوبئة أودت بحياة أكثر من 2500 يمني. في البداية لدينا اتصال مع الدكتور آدم الجعيدي، طبيب في مستشفى الجمهوري في تعز. أهلا بك دكتور آدم. يا سهلا دكتور آدم. في البداية لو تطلعنا على الأسباب التي تقف وراء عودة الكوليرا في الموجة الرابعة. يا أخي العزيز، أهم من أهم الأسباب خصوصا في هذه المدينة هي الكارثة البيئية التي تعاني منها المدينة، هذا بدرجة أولى، يعني لدرجة أنه وصلنا في مدينة تعز إلى أصبح رفع القمامة وتنظيف الشوارع شيء يعتبر من الرفاهيات. أيضا المياه الآن خصوصا مع في آخر الشتاء انعدام المياه الصحية في المدينة، خصوصا وأن هناك الآبار الحكومية التي لا تزال تخضع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في منطقة الحوبان، مما التقى المواطنون إلى مياه الآبار الغير صحية. ايضا هناك العديد من هناك ايضا التثقيف الصحي، ايضا التثقيف الصحي بخصوص الكوليرا وبخصوص غسل اليدين وغيره، يعني نحس ان عدم التثقيف الان لم يعد نفس ما كان عليه في قبل سنتين او ثلاث سنوات، يعني قبل سنه او سنتين قبل ما بدات المشكله. الآن اختفى تدريجيا دور طبعا وزارة دور الجهات الرسمية، يعني لم يكن بهذه الأهمية كالسابق، يعني نلاحظ أنهم ينتظروا متى ستأتي المنظمات وكأن المنظمات هي الجهات المسؤولة وهم ليسوا عليهم مسؤولية.
ايضا المنظمات هنا في يعني نلاحظ مثلا هنا في مستشفى الجمهوري فقط، هناك منظمه الصحه العالميه مركز واحد فقط، يعني الان يستقبل من كل المديريات اللي داخل المدينه وخارج المدينه، يعني في اليوم الواحد يستقبل اكثر من 40 حاله 50 حاله، امس 60 حاله، اليوم الان قبل المغرب كانت اكثر من 36 حاله، والحالات ما زالت تتوافد. الحالات طبعا في الطوارئ، في بقيه الاقسام فتحت ايضا للكوليرا، وهذا يعني المركز لا يستوعب كل المدينه ولا يستوعب كل المديريات، لكن ننتظر يعني من السلطات الرسميه اعتماد مراكز جدد لاستقبال الحالات. اشكرك جزيلا دكتور ادم من تعز. من ريما ينضم الينا الدكتور محمد سعد، منسق الصحه والاصحاح في الهلال الاحمر. اهلا بك دكتور محمد. بدايه لو تضعنا في صوره الوضع الصحي مع عوده الكوليرا في ريما. ريما والجمهوريه منيا ككل تشهد موجه وباء ثالثه لانتشار الكوليرا. طبعا ريما تعد المحافظه الثانيه بالترتيب من عدد الوفيات، لحد اليوم عدد الوفيات 29 وفيه في ثلاث مديريات اللي تفعل فيها، و16 حالة وفاة كسمة، أربع حالة وفاة مزهر، مدينة مزهر. طبعا ريما تعاني من ضعف الخدمات الصحية من قبل الوباء، بالتالي منطقة طبيعتها الطبيعة السكانية جبلية متنازلة، قرى طرقات وضعف في البنية التحتية، فبالتالي انتشار الوباء مخيف بشكل جدا. ضعف المنظومة الصحية، مكتب الصحة يجاهد جهاد للسيطرة على الوباء، مشكورين بإمكاناتهم، يعني هم يعملوا اللي يقدروا عليه، لكن الوضع يتطلب تدخل كبير جدا. المنظمات اللي يجب أن تفعل دورها في المحافظة تحتاج إلى إصحاح بيئي بالدرجة الأولى. تقريبا اغلب المناطق لا يوجد بيارات، وبعض المناطق لا يوجد حمامات من الاصل في المنازل، فبالتالي انتشار الوباء وطريقه انتشار الوباء فظيع جدا. احتياجات المحافظه تحتاج الى تدخل منظمات في مجال الاصحاح البيئي والمياه، في مجال البيارات والصرف الصحي، كما توعيه للمواطنين وتوزيع مواد وضع. كذلك نحن نحتاج الى زوايا ارواء في مناطق انتشار الوباء، مثلا زوايا الارواء الان لكل مديريه زاويه ارواء في مركز المديريه. طيب انا لما يكون عندي انتشار وباء في عزله معينه، يسعف المريض الى مركز المديريه اذا في سياره له هناك. طيب اثناء اسعاف المريض وينقل اكثر من عزله واكثر من قريه الوباء، وبالتالي يجب على المنظمات تفعيل الدور والتنسيق مع مكتب الصحة ومع الجهات المسؤولة للسيطرة على الوباء. نحن قادمون على منطقة على فترة أمطار، والأمطار ستفاقم الكارثة، بالذات الطبيعة طبيعة جبلية، وانتقال السيول من مكان إلى مكان فينقل الوباء بكثرة. طبعا لم يتدخل أي منظمات لحد الآن، عدا جمعية الهلال الأحمر يمني بشكل محدود جدا. نحن مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبدعمنا الاتحاد تدخلنا في بعض المناطق في مجال الإصحاح البيئي والتوعية وتوزيع مواد نظافة، شغالة بشكل دائم لنقل الحالات ومساندة فرق الاستجابة السريعة التابعة لمكتب الصحة ونقلهم إلى أماكن الوباء. نحن نبذل كل جهدنا، لكن من على قناتكم نطلق نداء استغاثة لكل المنظمات العاملة في المجال الصحي والمجال البيئي الالتفات إلى محافظة ريما. محافظة ريما محافظة منكوبة بالدرجة الأولى، محافظة ريما تعاني من حرمان الخدمات من قبل وما زالت. طيب هي الآن في المحافظة الثانية من حيث عدد المصابين بالحالة وفق الأرقام، ما الذي يمنع المنظمات اليوم المعنية من أن يكون لها دور في ريما؟ ما هي الموانع؟ هناك الكثير من الموانع. اولا ربما لا يمتلكون خطه للتدخل في مثل هذه المناطق،
من صعوبة التضاريس والعرض الجبلية، هنالك دور في الموضوع. لكن نحن الآن ويجب أن تتدخل كل المنظمات بدون استثناء. هذا أردنا أن نوصل له صوت أبناء محافظة ريمة، ويجب أن يتدخلوا مهما كانت صعوبة التضاريس، من هو ينفذ نشاطه بس بأي محافظة سهولة التضاريس وسهل أنه ينفذ نشاطه ويمشي خلاص. وبالتالي ريمة قل لك أنا أسير راس جبل أسوي يعني عشان أعمل خطة ولا أنفذ مشروع، فالمحافظة محرومة تماما ويجب أن يتدخل كل جميع المنظمات. شكرا لك دكتور محمد. اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، الأخ أحمد. أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ سامي. مشاركتك تعليقك في الموضوع اليوم عن عودة الكوليرا في الموجة الرابعة. يا أستاذ الكريم، منظمة الصحة العالمية انتهاء الكوليرا في اليمن والقيام الجمهورية اليمنية وانتهاء الحكم الإمام الغافر. الآن مرض الكوليرا عاد لليمن عندما جاء الإماميين الجدد إلى اليمن وعادوا بتلك الأمراض الفتاكة. للأسف يا أستاذي الكريم، وزارة الصحة سواء في المناطق الشرعية أو في المناطق الانقلابية ليست مهتم بذلك الاهتمام بدرجة أولى بهذا الوباء الذي يفتك بأرواح اليمنيين ووصل إلى كل قرية وإلى كل عزلة، حتى في أطراف محافظة تعز وصل إلى هناك، وصل في صنعاء. هناك فقط مبادرات شبابية، مبادرات تطوعية، وبعض المنظمات على استحياء تجعل فكرة انتشار والتوعية من مرض الكوليرا، حيث وزعوا بعض الصناديق وبعض الإرشادات والبروشورات ومحل الإرواح. هناك يا أستاذ الكريم، عندما كنت في صنعاء قبل عامين وكنا يعني متضررين من الكوليرا، بالفعل رمي القمامة وتكدسها في الشوارع، لم يلتفت صندوق التنسيق ولم تلتفت يعني وزارة البيئة ولم تلتفت وزارة الصحة. كنا حتى نناشد المواطنين لا ترموا هذا، ارموها في الأماكن. قالوا لقد تكدست رمي القمامة فلا نستطيع، فيضطر المواطن أن يرميها إلى الشوارع، وهذه سبب الإضرار. يا أستاذ الكريم، هناك حالات صعب التعامل معها، بل هناك وفيات بالبنزينات. عندما نذهب لمسعف بعض الناس، كنا في عندما نذهب لمسعف بعض الناس المستشفيات ممتلئة وبعض الدكاترة يرفض استقبال مثل هذه الحالات. فنحن الآن أمام أزمة شديدة، نطالب من خلالها المنظمات، نطالب من خلالها الضغط على الإنقلابي، نطالب كمان الحكومة الشرعية بالعمل لوقف هذا الوباء الفتاك الذي عاد يحصد أرواح اليمنيين دون مبالاة أو استشعار المسؤولين من قبل الطرفين في صنعاء وفي عدن. الكل يا أستاذي الكريم الآن انتشرت بشكل فظيع جدا، اكبر من السابق. هناك انتشار اماكن تكدس القمامه، لكن بعد انتشار تكدس القمامه تبقى الروائح التي تعفنت لاشهر لا ياتون لانتشارها. كذلك يا استاذي، هناك عامل استطيع ان اقول هو عامل سياسي او عامل استغلال وضغط، يعني يحرمون الموظفين الذين يكدسون الشوارع، يحرمون المؤثراتهم فيضطرون الى الازراق، فتضطر القمامة تتكدس بشكل فظيع فتنتقل الأوبئة إلى كل مكان. هذا يعني أكبر غلط حصل منذ أن قامت الجمهورية، وهي عودة الوباء القاتل. يا أستاذ الكريم، الآن نحن نتضرر في صنعاء ونتضرر في تعز ونتضرر في كل المحافظات. قبل قليل كان الشخص يتكلم عن محافظة ريمة، محافظة ريمة محرومة من كل شيء، مثلها مثل غيرها. الآن نحن نطالب المنظمات بعمل توعية ونشر المحاليل التي تساعد في الحد من الكوليرا، وكذلك نطالب المواطنين برمي القمامة في الأماكن الصحيحة، ونطالب فنادق التحسين ورفق البيئة بتوفير فنادق القمامة في كل مكان. شكرا لك أخ أحمد. اتصال من صنعاء دكتور وليد التجيري، طوارئ من قسم الطوارئ في مستشفى الثورة في صنعاء. أهلا بك دكتور وليد. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير دكتور وليد. أنتم بالتأكيد في قسم الطوارئ تستقبلون حالات المصابة بهذا الوباء، كيف يمكن توصيف الحالة داخل صنعاء؟ نعم، كما وصفت تماما، في الآونة الأخيرة كان هناك ضغط شديد جدا على مستشفى الثورة العام، وخصوصا من الحالات التي دخلت في المضاعفات والتي كانت تحول أيضا من مراكز معالجة الإسهالات المائية المدعومة من وزارة الصحة ومنظمات المجتمع الدولي. أحب أن أذكر لك أخي هاني أن
مركز الكلى في مستشفى الثورة يمتلئ منذ الصباح الباكر بحالات لديها مضاعفات من الإسهال المائي الناتج عن بكتيريا الكوليرا، حتى أنه لا يصل بعض الأحيان قبل الظهر إلا وقد امتلأت جميع الأسرة في هذا القسم، ونضطر إلى تحويل الحالات من بعد هذا الوقت إلى المستشفيات الأقرب إلينا، الكويت، الجمهوري وغيرها. طيب، شكرا جزيلا لك دكتور وليد. حول الموضوع أيضا لدينا مشاركات من خلال الفيسبوك نقرأها معا. سياف يقول: لا أحد ينظر للمواطن على أنه آدمي، الجميع يتعامل مع الشعب على أنه عدد فقط تموت بوباء ورصاص القصف، كلها أرقام يزايد بها. سفيان يقول: بانعدام الدولة وانتشار الفوضى والصراعات تنتشر الأمراض ومنها الكوليرا، نحتاج لدولة حقيقية وإلا فنحن قادمون على كوارث تفوق الكوليرا. جميل يقول: أصاب قطعة من هذا الوطن لكنها منسية، في الوباء السابق حصد مئات الأطفال من الأبناء أصاب في غياب المؤسسة الصحية عن قيام بواجبها وتغافل المنظمات سوى بعض المبادرات المجتمعية الموجودة. بكرين: في ظل عودة الوباء أصبح دور الجهات الحكومية إعاقة تحركات الجهات والمنظمات التي تسعى لتحرك لعمل حلول حول انتشار هذا الوباء. عبد القوي يقول: نريد من الحكومة الشرعية أن تقوم بواجبها تجاه وباء الكوليرا من توجيه وزارة الصحة القضاء على هذا الوباء. إذن الكوليرا هو مرض يسبب إسهال حاد يمكن أن يؤدي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلقى العلاج. الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات هم معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة. وفقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن علاج الكوليرا بنجاح من خلال محلول لمعالجة الجفاف يتم تناوله بالفم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بالسوائل وريدية ومضادات حيوية. تقديرات سابقة للصحة العالمية تقول أن نحو 18 مليون يمني من أصل نحو 28 مليون هم بحاجة للحصول على المياه الآمنة والإصحاح البيئي، مع وجود نحو 20 مليون يفتقرون لخدمة الرعاية الصحية. دعنا نتصل عبد العزيز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني بداية أود أستمع إلى تعليقك ومشاركتك حول الموضوع. والله الكوليرا انتشرت بشكل مخيف في هذه في الآونة الأخيرة. مثلا بضرب لك مثال، مديرية منحان إحدى مديرية محافظة المحويت كان انتشرت الكوليرا فيها قبل 3 أشهر، الآن انتشرت بشكل مخيف ومفزع، الناس متخوفين في هذه الحالة. المرحلة تتطلب تدخل عاجل من منظمة الصحة العالمية، من اليونيسيف، من وزارة الصحة، من القائمين على الأمر هذا من أجل إنقاذ الناس من هذا الوباء. طيب أخ عبد العزيز، بالنسبة لدور الجهات المعنية والمنظمات الصحية، كيف تقيم دورها وتعاطيها مع هذه الكارثة؟ يعني تقييم بسيط، يعني ما في هناك تدخل التام الذي يشمل الرعاية التكاملية من أجل إنقاذ الناس من هذا الوباء. يعني هناك تدخلات بالرغم أن هناك دعم من الأمم المتحدة، دعم من المنظمات الدولية، لكن هذا الدعم لم نجده على أرض الواقع. طيب أشكرك جزيلا أخ عبد العزيز، شكرا لك. اتصال آخر. جميل، سلمان من صنعاء، أهلا بك أخي جميل. الله يحفظك يا أستاذ. جميل، بداية لو تصف لنا الحالة مع انتشار وفق مشاهداتك لانتشار الكوليرا في صنعاء. في مصاب يا أستاذ العزيز. تسمعني؟ أنا تكلمنا عن أصاب. طيب تفضل اسمع لي. مش أولا أنا أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة وعلى هذه المواضيع القيمة التي تطرحها وتحمل هموم المواطن. ثانيا موضوع الكوليرا في السنوات الأولى وفي الاجتياح الوبائي في 2016 و2017
كانت تصاب منطقة موضوعة بشكل كثير. كانت عدد الإصابات حسب الإحصائيات أكثر المناطق كانت موضوعة هي وصاب. طبعا كان هناك تناسي من المنظمات والمؤسسات والمؤسسات ومن مكاتب الصحة ومن المؤسسات الرسمية ومن الإعلام ومن وزارة الصحة ومن الإعلام. كانت وصاب منسية تماما، ومع كانت هناك في مبادرات مجتمعية من وصاب وبعض التعاونات من وصاب شكلت تعاونيات وفتحنا بعض المراكز التي كانت معلقة بشكل كانت معلقة المراكز الصحية معلقة. طبعا الوباء في انتشر في من بداية 2018 في 5 في وصاب، وسجلت 12 حالة وفاة في وصاب حسب إحصائيات مركز الصحة في وصاب ومكاتبها. طيب. أما الآن في 2019 في شهر 3 كانت هناك 6 وفيات، وطبعا وصاب منطقة لا يوجد فيها كوادر صحية في وصاب، وكانت هناك في بعض المراكز الصحية علقت تماما الآن موقفة، لا خدمات لا مواد تشغيلية لا محاليل. الآن مع اجتياح الكوريرا ستكون في وصاب هذه السنة إذا لم تتحرك الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية ومكاتب الصحة، وستكون وصاب منطقة موبوءة تماما لأن ما فيش المراكز كلها مغلقة. وطبعا في ضغوطات كثيرة على وصاب بسبب النازحين من الحديدة وازدحام سكاني والآن داخلين على فصل الصيف. طيب في ظل هذا الوضع السيء داخل منطقة وصاب كما أشرت، هل يعني كيف يتم علاج الناس لو بالأدوية البدائية أو مراحل أولية؟ يعني فقط ما يعطى للناس هو من باب الوقاية فقط؟ الآن ما يعطون الناس من باب الوقاية، ولا يتم إسعافهم من 180 كيلو من مصاب إلى الحديدة، كما تعلم 180 كيلو يصل يعني هو أقل من 6 ساعات للطفل هو يتوفى. 180 يعني تحتاج إلى 8 ساعات طفل، معظم الحالات تصل غدها منتهية. الآن نطالب الجهات المعنية والجهات المسؤولة والمنظمات الدولية، منظمة اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، أن تؤدي دورها، أن يكون هناك تكاتف، وأن تؤدي دورها، وأن تفتح بعض المراكز الصحية. هناك مراكز صحية معلقة من الحرب ومن قبل الحرب. الآن قبل الصراع. طيب أنت الآن أطلقت مناشدات للمنظمات الدولية والإغاثية، ما طبيعة الجهود التي تقدمها والمساعدات التي تقدمها هذه المنظمات حاليا لمنطقة وصاب؟ الآن ما في شيء، ما اسمه هي تقديم مساعدات، وما من هنا نطالبهم بتوفير بعض المراكز الصحية وتشغيلها ودعمها. ما في شيء يتجاوب. شكرا لك جميل سلمان من سنعش. اتصال للأخ بليغ أحمد غالب. أهلا بليغ. أهلا وسهلا فيك أخ سامي. أهلا بليغ، مشاركتك حول الموضوع حول عودة وباء الكوليرا. في الحقيقة خلال الثلاث الأسابيع الماضية ازدادت ألو؟ أسمعك، تفضل. حياك الله أخي. تفضل، تسمعني بشكل واضح؟ أهلاً بك. تفضل، أسمعك.
اهلا وسهلا بك. اهلا بالغ، تفضل. كيف هو وضع الانتشار الكوليرا في المنطقه التي انت متواجد فيها؟ اهلا وسهلا فيك اخ سامي. طيب شكرا جزيلا لك بليغ. اذا وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامج المنصه، نلقاكم في موضوع وحلقه قادمه، في امان الله.